هاي البهار الحلبي بتجيبيه بهالطريقة. هذا البهار الحلو 500 جرام، انت جيبي بس 250. هذا الفلفل الأسود هو 200 جرام للكيلو، طبعا انت جيبي 100 جرام. برجع بعيد، بهار الحلو جيبي 250 جرام، فلفل الأسود جيبي 100 جرام بس، هذا القرنفل جيبي 50 جرام. انت انتبهي كل كمية عم بقسمها للنص مشان ما تكتر الكمية عندك، إلا إذا كنتوا عيلة كبيرة أو عيلتين بدها تتقاسم أطيب بطلع. لازم تحفظيه بكيس نايلون، هو ما بيخرب بس ما بدنا إياه تروح طعمته وريحته. هذا حب الهال 50 جرام، انت جيبي 25. قرفة 50 جرام، انت جيبي 25. زنجبيل جيبي 25 جرام. جوز الطيب جيبي 25 جرام. جوز الطيب ما بتتحمص، في منهم بيحبوا يحمصوها في البيت، عادة هن برا بيحمصوها وبطحنوها فورا. فورا انت بتاخدي هالكمية وتقلي له طحني اياها. الزنجبيل كمان ما بيتحمص. القرفة ما بتتحمص. حب الهال ما بيتحمص. اللي بتحمص هو القرنفل شوي يعني بدون شي. طويت التيفال، الفلفل الأسود والبهار الحلو بتحمص شوي يعني ثواني بس، وبعدين بتطحنيهم بالطحانة عندك، بطلع عندك بهار بياخد العقل. تحفظيه بكيس نايلون مفرغ من الهواء، وبعدين تحطيه بمطربان وبتقيميه بمكان جاف. ما في إشكال، ما تحطيه بالبراد، ما في داعي، لأنه ما رح يخرب. بالعكس نحن وقت اللي بدنا نحافظ على الرز منحط بهار حلو ومنحط فلفل أسود كم حبة مشان نطرد حشرة السوس. أهلا وسهلا فيكي صبية.